طيب نراجع البيسيك ميكانكس. إذا قارنا الترانزليشنال سيستمز والميكانيكال سيستمز ناخذ الكوانتيتيز الأساسية. عندنا الكوانتيتي الأساسية الماس مرموزة لها بالرمز M والوحدة تبعتها كيلوغرام. الترانزليشنال بالروتيشنال سيستم اللي بيقابلها الانيرشيا أو السكند مومنت أوف ماس. مرموزة لها بالرمز I أحيانا مرموزة لها بالرمز J. الوحدة تبعتها كيلوغرام متر سكوير. ناخذ بعدين الديسبيسمنت هاي بنرمز لها بالرمز بنرمز لها بالرمز ماس. الديسبيسمنت بنرمز لها بالرمز مثلا دي والوحده تبعتها ام. ايش بقابل الديسبيسمنت؟ الترانزليشنال ديسبيسمنت بقابل الروتيشنال ديسبيسمنت او انجولار ديسبيسمنت. بنرمز لها بالرمز ثيتا والوحده تبعتها راديان. ناخذ بعدين الفيلوسيتي في متر بير سكند وعندنا هون قابلها انجلر. ديسبيسمنت بنرمز لها بالرمز اوميجا وحدتها راديانز بير سكند. من الاكسلريشن اكثر انجلر بالنسبه للديسبيسمنت انجلر فيلوسيتي acceleration a meters per second square. تقابلها angular acceleration radians per second square. عندنا الفورس عندنا بالرمز F وحدتها نيوتن وبقابلها ايش بقابلها؟ تورك. ممكن نرمز له بالرمز كابيتال تي او سمول تي. عدتها نيوتن. ايش كمان عندنا؟ حكينا على الانيرشيا. طيب ناخذ كينيتيك انرجي. ايش وحدتها؟ جول. ايش بيقابلها؟ عفوا قانون تبعها half mv square. بيقابلها كمان كينيتيك انرجي هون وحدتها كمان جول والمعادله تبعتها half m. ايش بيقابلها هون؟ i وv بيقابلها وهي طبعا لازم تكون كمان dimensionally correct. فلو اخذنا هون كيلوغرام متر سكوير per second square راح تعطيني كيلوغرام متر في متر per second square اللي راح تعطينا نفس الشيء الوحده اللي موجوده هون. اوكي ماشي. لازم هاي تطلع وحدتها جول وهاي لازم تطلع وحدتها جول. بوتنشال انرجي صعب اني اعبر عن شيء ايكوفالنت للبوتنشال انرجي هون. الحاله الوحيده اللي ممكن اعبر عن بوتنشال انرجي بتشبه هاي هي الزمبرك حاله الروتيشنال. الزمبرك الروتيشنال صعب اني اعبر عن البوتنشال انرجي بسبب الجاذبيه اطلع لها ايكوفالنت هون. اوكي اللي هي ام جي اتش. لكن ممكن نعبر اذا عندي زنبرك مضغوط ممكن اعبر عنه هون بوتنشال انرجي من هون. ايش عندنا اشياء ممكن نقارنهم كمان؟ الباور ماشي اوكي. الباور لو جينا اخذنا هون الباور بدها تساوي الفورس السرعه. هون الباور عندي راح تساوي التورك في اوميجا والتنتين وحدتهم طبعا جولز بير سكند واتس. جولز بير سكند واتس اوكي. واخر شيء لو جينا قارنا قانون نيوتن الثاني عندي سم اوف اف يساوي اي في سم اوف ام وهون عندي سم اوف توركس يساوي الفا في سم اوف اي
وهاي ممكن نعبر عنها اكس 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 بهذا الشكل، او هون اكس اكس اكس. اوكي ماشي، هذا قانون نيوتن الثاني عبرت عنه بهذا الشكل. في هذا ناس بسموه اويلر، مر عليكم القانون هذا؟ مر عليكم القانون هذا؟ نعم. وهو لا مش اويلر، مش اويلر نيوتن صحيح. اوكي، بعرفش ليش في بعض الكتب مرات برمزوا لك اويلر، هو الروتين.